هذايا رين فلير نتاع بولو، بولو 3 سلندر، بولو 5 6 7 3 سلندر هذوم. هذا الخرطوم نتاعو اللي يمشي طول الفوق الكاش الفوقاني وين فما جهه الشان. هذا احيانا كي تسكر من هنا، شفتو كي تسكر، شفتو كي تسكر، يسبب في ماكله الزيت، علاش يولي الموتور ينفخ الزيت. وساعات اصلا كي يتحل زاد اصلا كيف هذه الكلابيه هذه تموت، فما هنا كشكره تنقب يولي يسبيري الزيت اللي طش الشان كله يسبيريه ياكله، يولي ساعات يخرج دخان، ساعات يرجع هو المفروض الزيت يرجع للخزان للكارتير، احيانا ما يغلبوا يمشي يستهلكوا ياكلوا. ولهذا هذا المفروض كل على الاقل كل 50000 60000 يتغير، خاطر احناش بالنسبه على الاقل ولا نحلوه نطلوا عليه، كان لقيناه هكا ملبس ما عادش فيه لازم هيك يتغير، خاطر هكا ملبس كلها كيكير شفتوا كلها كله ساخ. هذا مولاه عمره ما يغير الزيت في وقته، ريتها هذه علامه اللي صاحب السياره ما يغيرش الزيت في وقته. هذه الترسبات هذه نتاع الزيت المحروق، لانه ما يقعد ديما يسكر 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 لين هذه تتعبى، هذه تتعبى كي تتعبى تولي يتخنق الموتور. ولهذا من الافضل هذه يا اما يطل عليها على الاقل مره كل 30000 كيك يطل عليها ينظفها، كان يلقاها بدات تتسكر يغيرها، ما يحاولش يفرك وينظف ويصلح، لا يغيرها طول مش هكاك، يحافظ على المحرك نتاعو لان هذا يتنفس منه المحرك.